زين خلينا ايش هذا هذا تهاطت امطار غزيره بين الحيتلاه وخاصه بالجهه الشرقيه حيث اسفرت عن فيضانات كبيره على مستوى وادي تغالي ماتلاه مما الان بعد اللقاء مع السيد الوالي والسيد عباس على مستوى الولايه حتى حيث قامت مصالح البلديه بمخطط النجده التدخل السريع على مستوى طريق رابط ما بين تلاه وتغاليمات وما بين الرميلية دور عين رميلية وتغاليمات ودور عين شافية وتغاليمات حيث أسفلت العملية بين تدخل مصالح البلدية وكل المجلس الشعبي البلدي وخاصة الهيئة التنفيذية والمجتمع المدني وكل المتطوعين على مستوى هذه البلدية وأيضا نشكر الدرك الوطني والشرطة على توفير الأمن وتوفير سير لحركة المرور ورشة كما تلاحظين متواجدين لحد الساعة على هذا الشيء والسهر حفاظا على سلامة المواطنين وبيوت المواطنين والشرطة الموصول لكل الجميع خاصة السكان منطقة بلدية غليمات. والسلام عليكم. الرحمن الرحيم. رانا احنا هنا موجودين بعد تساقط الأمطار الرعدية على منطقة تلاغ وبلدية غليمات وبصفة عامة كاع جنوب بلدية العباس أين عرفت فيضانات الواد المورا العابر لبلدية تغريمات، أين سجلنا حضور السلطة المحلية على مستوى بلدية تغريمات وفرار المصائص الشعبي البلدي بمعية المجتمع المدني والمصالح الأمن، وهذا تحذيرا لعابري هذا الطريق الوطني رقم 13 تفادي لأي مشكل خاصة وإحنا مقبلين على الليل لهذا يتم ابلاغ عابري هذا الطريق وشكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم احنا كممثلي المجتمع المدني بعدما قمنا بلقاء مع السيد الوالي ولاية بقعة الديوان حيث التقينا هاتف حيث الامر اللي وقع بلديه تغاليمات على مستوى دائره تلاغ هذه الفيضانات الكبرى نحن مجندين مع مصالح البلديه لكل الوسائل ماديا ومعنويا لاي طارئ ورانا ساهرين الليل مادام حيث نشهد انخفاض هذا الواد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.